السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة السومة تيفي. هذا أول فيديو ليا في القناة. غنقدم لكم طريقة إعداد حلوة لاكريم للمناسبات بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئات، مع طريقة تحضير جينواز ناجحة 100% بإذن الله، وطريقة تقطيعها بطريقة سهلة. نتمنى تشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر والجرس لتتوصلوا بجديد الفيديوهات، وما تبخلوش عليا تعليقاتكم تشجيعي وإعطاء المزيد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، 125 غرام سكر سنيدة ما يعادل كأس ديال العنبة، كيس سكر فاني أو نكهة ديال الفاني حسب الرغبة، رشة ملح، 7 غرام خميرة كيميائية، 125 غرام دقيق أبيض ممتاز. نخلط مع 2 معالق كبيرة من النشا. اما بالنسبه للكريمه، كنحتاجو نصف لتر كريمه سائله، سكر حسب الذوق والنكهه اللي بغيتو. واللي ما لقاش كريمه سائله يمكن ليه يدير بودره شونتي مع ربع لتر حليب بارد. كنشعلو الفرن يسخن على درجه حراره 180، اما فرن الغاز على درجه حراره متوسطه. كنشعلو الفوق والتحت وكندهنو صينيه الفرن الزبدة أو الزيت باش نلصقوا ورق الزبدة عليها ويلصق مزيان. ندوزوا لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كنطربوا البيض مع سكر السنيدة والفاني أو النكهة اللي بغيتو. كنطربوه بالطراب وكنزيدوا رشة ملح وكنعملوه منخفض، ومن بعد كنبقاو غاديين وكنزيدوا في السرعة حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيولي ثقيل، كيولي الشكل ديالو ثقيل بحال هكا بهذا الشكل. ثم كنغربلو الدقيق، كنغربلوه مزيان ما يكونوش فيه الحبيبات، كنغربلوه هو الخميره كيميائيه صافي. وما كنبقاوش نستعملو التراب، كنحركو بحال هكا بشويه حتى كيدخل الدقيق. غير انا مزربه الكاميرا، نتوما خدموا غير بشويه، بقاو بشويه حتى ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق. اذا بغيتوا ديروا جينواز بمذاق الشوكولا، كتنقصوا 2 معالق من الدقيق وكتعوضوهم 2 معالق من بودره الكاكاو الشوكولا. من بعد كنفرغوا الخليط في مول مربع، انا استعملته مربع، قطره 30 سنتيم على 28 سنتيم. اما الا بغيتو تستعملوه دائري كديرو فيه 24 سنتيم. وكنعمرو الجوانب بهذا الشكل، ثم كندخلوها الفرن على درجة حرارة متوسطة. كنخليوها تقريبا 15 دقيقة. راها دغيا كطيب، غير تبان لينا بدات كتحمر صافي كنحيدوها، ماشي ضروري خصها تحمر حيتاش دغيا كتحرق. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت، كتجي رطيبه وخفيفه. كنحطوها فوق شبكه ديال الفرن، كنخليوها حتى تبرد عاد كنقطعوها. هي من الاحسن كنخليوها ليله كامله عاد كنقطعوها، ولكن الا درتوها مربعه ماشي مشكل تقطعوها الا درتوها بهذا الشكل. اما الشكل الدائري حتى من بعد نحط لكم طريقه التقطيع. صافي ملي كنقطعوها كنحطو وحده فوق وحده وكنقادوها ونقطعوا الجوانب وكنحطوها نخليوها تبرد على ما نصاوبوا لا كريم. ندوزوا لطريقه تحضير الكريمه. الكريمه من بعد ما كنكونوا درناها في المجمد كنخليوها تبرد مزيان حتى كتبان لينا قربت تلج. تبرد مزيان كيولي الجوانب دياولها كيوليو متلجين صافي. كنجبدوها وكنطربوها. انا درت معلقه ديال السنيده ودرت لاروم ديال فرومبواز، يمكن لكم ديروا النكهه نتوما اللي بغيتوا. باش تكون الكريمه واقفه مزيان خاصها تكون بارده، وحتى الطراب هذوك باش كنطربوا كنديروهم حتى هما في المجمد. بالنسبه للنكهات اللي يمكن لكم تضيفوا للكريمه، يمكن لكم ديروا شوكولا ديال الدهن او ذوبوا الشوكولا اللي حبيتوا وتزيدوا عليها، او ديروا من ملعقه من كريم كراميل نيسلي. المهم كيبقى الذوق حسب الرغبه،
اي اضافه بغيتو تزيدوها ليها تزيدوها، واللي بغاها طبيعيه راه كيخليها هكاك بلا ما يضيف حتى شي حاجه. بالنسبه للغناش اللي غنزينو بيه، غنحتاجو نصف كاس كريمه سائله مع 200 غرام شوكولا، الشوكولات اللي كيعجبكم. انا كان متوفر عندي هذا، درتو ضفت ليه واحد داني شوكولا باش يعطي مذاق زوين. يمكن لينا نعوضو الكريمه السائله بربع كاس من الحليب. الطريقه كنسخنو الكريمه السائله، كنسخنوها مزيان وكنخويوها على الشوكولات اللي يكون محكوك باش يدوب لينا بسرعه. صافي، وكنبقاو نحركو بحال هكا بهذه الطريقه، وكنحطوه غير في الجانب على ما نوجدو الباقي. ندوزو للمرحله الاخيره، كنسقيو الجينواز بالسيرو، كنحضروه بكاس من السكر مع نصف كاس ماء، وكنخليوه حتى يغلى، ومن بعد ملي كيبرد كنستعملوه. سقيت القطعه الاولى بالسيرو ثم دهنتها بالمربى، وضعت طبقه من الكريمه، وكنبقى هكا كنكمل طبقات كاملين. كنحاولوا نقادوها وكنقطعوا الجوانب. اللي ما عندوش هذه الاداه ديال التمليز يمكن ليه يستعمل غير الموس فقط. انا جات لي شويه عوجه وما رديتش البال مع الزربه. المهم غير حاولوا تضغطوها من الفوق وتقادوها وغتجيكم مقاده. فوق كل من طبقه من الكريمه يمكن لكم تضيفوا مكسرات او فواكه مقطعه حسب الرغبه اللي بغيتوا، او يمكن لكم تخليوها كما درت انا تبقى خفيفه. ثم كنوضعوا الغاناش بهذه الطريقه، ويمكن لكم ديروا تغيير في التزيين حسب اختياركم. كان متوفر عندي هاد البسكوي مع سيجار، هو اللي زينت به من الفوق. يمكن لكم توضعوا فواكه او حسب اختياركم اللي يعجبكم. وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى تعجبكم وتجربوها، كتجي لذيذة وخفيفة بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على جيم، واللي عندها اي سؤال او اي طلب تخلي لي في التعليق او ترسلوا لي عبر الرسالة. وما تنساوش تبارطاجيو معايا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد. كما قلت لكم هذا اول فيديو ليا، ونتمنى تعاونوني. وشكرا على المتابعة، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. وعافاكم عافاكم، بارطاجيو معايا بلا ما نبدا نبكي. كنت معكم، يلا سلام عليكم، الى حلقة مقبلة ان شاء الله. سلامة.